كابتن عمرو الحديدي، هنتكلم عن رؤيه النادي الاهلي. اتكلم الكابتن خطيب خلال الفتره اللي فاتت ورؤيه النادي انه مهم جدا العوده للعمل على المنافسه على لقب الاكثر تتويجا في العالم، وان ده له تاثير كبير ايجابي على القيمه التسويقيه للنادي وفرصه في الامور الاستثماريه والتسويقيه في النادي. كيف ترى هذا الامر؟ بص يا استاذ محمد، الكابتن خطيب بيبص لمنظومه النادي الاهلي بمنظومه عالميه، ان بطوله افريقيا هوصل منها لبطوله العالم للانديه. كل واحد بيشتغل باسلوب معين، مجلس الاداره بيوصل بمنظومه راحه وهدوء للمدير الفني، المدير الفني بخبراته واسلوبه بيوصل المعلومه للاعبين، اللعيبه بتوصل ده لاهاليهم، ثم جماهير النادي الاهلي بنفس المواصفات سند كبير او اللعيب رقم واحد الدافع للنادي الاهلي في كل البطولات. النادي الاهلي في الوقت ده يا استاذ محمد، نقولها ان الكابتن خطيب بيقول الاكثر تتويجا والاكثر تسويقا والاكثر انتشارا والاكثر ابداعا هي بطوله افريقيا. الدوري النادي الاهلي كله دوري، كله بطولات. والفارق كمان بينه وبين اقرب المنافسين ارقام كبيره جدا. احنا بنتكلم بقى تسويقيا للعيبه، تسويقيا لاسم النادي، تسويقيا للممثل للبطوله الافريقيه هو النادي الاهلي في بطوله العالم للانديه، والظهور صحيح في بطوله العالم للانديه اللي هي اكبر نموذج لمشاركه الاهلي الدوليه او العالميه. انت لو لعيب لفت الانظار وتم تسويقه بقيمه 3 4 سنين النادي الاهلي صرف فيها على صفقات او صفقات اخرى تانية. بيقدر الكابتن خطيب عايز يقول للعيبه احنا نادي الابداع، احنا نادي المملكة، احنا نادي الوصول لأعلى المستويات، احنا الأكثر انتشار عالميا بالتواريخ والأرقام. مش أنا اللي بقول كده، بالتواريخ والأرقام. مهم الحسابات دي تبقى عند كل لاعب طبعا طبعا، انه يعي الكلام ده كويس ويبقى فارق معاه ومنعكس على أدواره. اما انا بقول لابني انا لعبت افريقيا وخدت مع النادي الاهلي كذا بطولة وخدت 7 دوري، انا بحلم على الجزء اللي انا كنت عايش فيه في الوقت ده. السوشيال ميديا والظروف اللي احنا فيها والتطوير اللي احنا شايفينه، احنا بنتكلم عالميا خلاص. العالم كله عارف بقى في محمد صلاح، بقى في حجازي، بقى في المحمدي، بقى في النني، خلاص بقينا خلاص وصلنا. لا وصلنا كاس عالم، فبنتكلم على انديه بتتمثل في النادي الاهلي، بنتكلم على منتخب مصر وصلت. احنا بنقول بقى النادي، المنتخب ما كانش ليه الحظ انه يحقق حاجه معينه، النادي الاهلي بيرسم الفرحه في قلوب المصريين، في وجوههم وفي قلوبهم، ان النادي الاهلي ده هو مصدر الفرحه للشعب المصري.